الآن يخبروننا قبل قليل أنهم وصلوا في هذا المخيم فقط ل 130 ألف يحتاجون للأكل، بعضهم ما أكل من أمس. ليش تبكي؟ ليش تبكي يا أختي؟ ليش تبكي؟ ليش تبكي؟ ما فطرت، أصبحت بريك جيعانة، ما فطرت. ما فطرت ما فطرتي؟ ما فطرت يا الله، ما فطرتي يا أختي؟ ما عندها شغل وصول. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هناك جو ما سجلوه من الصباح بريقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندها عيال أتامة. عيالك أيتام؟ عيال أتامة. ولا أفطرتي أنت وأولادك؟ ما فطرت. حنا العصر يا أخوان، والله يا أخوان بكن وبكن يعني. من الصباح ما أكلوا شيء، حنا الآن بعد العصر. أخواتكم في السودان الآن يبكن من الجوع، فتخيلوا معي إنسان يبكي من الجوع، السودانيات الآن يبكي من الجوع. الوضع في السودان مأساوي، مأساوي جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا أختي. الحمد لله. كيف حالك؟ بخير. ما عندك خيمة؟ لا أنا ما عندي خيمة، بس هذا اللحافة عن أولادك. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم أولادك؟ كم؟ سبعة. سبعة. طيب في أكل؟ في شيء؟ ها؟ لا نطلع وكر يدونا الأكل. تنتظرين يدوك أكل؟ أي. متى طلعتوا من السودان؟ طلعنا هنا من الأمير سبع أيام. سبع أيام طلعتي من السودان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أشوف أشوف أولادك، إنا لله وإنا إليه راجعون. ظل العيال هاي جماعة في هالخيمة. هذا وضع أخوانكم اللاجئين السودانيين في تشاد. والله يا جماعة سبع أولاد تظلهم بهالشرشف، ما عندها خيمة ولا عندها عشة ولا عندها شيء، بس هي وسبع أولادها في هالشرشف تحت الشمس تظلهم فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشوف أشوف أشوف، أعطيني أشوف. تحط الماء، تحط الماء على على الرز وتشربين أولادك. أيوة. عشان الجوع. عشان يصبر من الجوع، أنمشي نتعرف محل الكرب. الله المستعان. أنتوا كم عددكم؟ ثمانية. 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 كم اليوم لكم هنا؟ 20 يوم. هو شنو قاعد ياكل الحين؟ هذا شنو هذا؟ هذا ايش؟ لا العدس، العدس اللي عطينا لك في كيس كبين قاعد باكل العدس السبع اكلنا به، بدلنا حبه في كيس كبين ذاك ياكل. هذا الكيس مال العدس. شوف طبه فوقه. طبه فوقه العدس. الله المستعان. شوف قاعد ياكل الكيس اللي فيه العدس. هذا الكيس. انا ظنيته قاعد ياكل شيء طلع البقايا العدس. الله المستعان. الله جماعه، شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه، شوفوا شوفوا جو يركضون من القرى البعيده، دارهم في توزيع، تشوفون جو يركضون، حر قيض. الجوع ما يسوي يا جماعه، الجوع ما يسوي، لا حول ولا قوه الا بالله. والله جواع، والله ما جو يعدون الا في جوع، والله ما جت تركض هالمسلمه الا ذبح الجوع. هذا الجوع ما يسوي يا ناس، والله ان في نعم الحمد لله عليها، والله انه زوال. شوفوا الناس، أنا والله تخنقني العبرة وقف التصوير، لكن شوفوا هالبنت، شوفوا هالبنت أهلكت 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 الضعيفة، تبي تاكل مع الناس اللي يوزعوا مساعدات. يا ناس خافوا الله، هذا الجوع اللي تحذفون النعمة في الزبالة، هذا الجوع يا حريم، هذا الجوع يا رجال، هذا الجوع. شوفوا في نعم، احمدوا الله، لا تنثرون في الزبالة، اتقوا الله في النعمة اللي بين يدينكم، وتراها زوالة، والله تزول في لحظة، والله إنها زوالة. شوفوا الناس.